صفحة رقم 4 اكتب برنامج بلغة باسكال لحساب حجم الاسطوانة. حجم الاسطوانة بي بيساوي شنو؟ باي ار تربيع اتش. هنا قلنا الباي ثابت والار والاتش والبي متغيرات، اذا عندنا ثوابت وعندنا متغيرات. طيب نبدأ بروجرام نسميه مثلا سايلندر، اختصار ل سي واي، اختصار لسايلندر. قلنا اي اسم. طيب عندنا ثوابت كونست، الثابت حقنا هو شنو؟ الباي بي اي تساوي 3.14 سيمي كولو. عندنا variables v r variable اللي هو شنو؟ ال r وال h integer، ال r وال h نقطتين فوق بعض integer. عندنا ال v، لأن الباي 3.14 معناه الفاليوم بعدين هيجينا فيه كسر، معناه هنا البي ما حتكون انتجر، هتكون شنو؟ ريال، هتكون عدد شنو؟ عدد حقيقي. طيب begin right line consist please enter الريديس بتاع الأسطوانة اللي هو نصف القطر. ممكن أقول له بس انتر، نحن نختصر الزمن، انتر ار ريد لاين ار ريد لاين ار. طيب يمكن نعمل كوبي للكلام ده لأنه عندنا الـ H تاني، نعمل كوبي عشان ما نكتب مرتين، لكن نتأكد إن احنا قاعدين صح عشان ما نغلط بعدين. نعمل لبس انتر، نزل المؤشر تحت. هنا البيست لازم تعمله بشنو؟ بالمؤشر زي بتعمله بكليك يمين كليك شمال تعمل بيست. لو عملت بيست بالطريقة بتاعت كنترول بي هيتغير منك المؤشر، وتاني انت تضغط زر معين في الكيبورد اسمه انسيرت عشان يرجع لك المؤشر كما هو. لاحظ الكلام ده بعدين لو حصل معاك. طيب هنا عندنا شنو؟ اتش ده اتش هنا اتش كده رايت لاين ريد لاين اتش. تاني نكتب شنو المعادلة، نودي المؤشر فين تاني. المعادلة حقتنا بتقول شنو؟ بي نقطتين فوق بعض تساوي عندنا باي، عندنا ار تربيع. قلنا ار تربيع دي يمكن نعملها ار العلامة دي تربيع ستار ار، العلامة دي في الشيفت والستة تربيع. لو ما عارف العلامة دي وما لقيتها بدل ار تربيع تكتب ار ستار ار، اللي دي كده ار ستار ار، لانه ار ستار ار دي ار تربيع برضو نفس الشيء بتديك نفس النتيجة. ثاني ستار اتش، بس خليتك ار استعراض قلت احتمال ما تلقاه بعدين عمل لك اشكال. طيب عندنا لكن مهمة تعرفها لأنه بعدين هتكون يمكن ار اس 7، ما ممكن تعمل ار ستار ار ستار ار ستار ار ستار 7 مرات، هتقبل شنو البرنامج ما عنده داعي. لازم تعرف العلامة دي تجيبها من وين بعدين. رايت لاين هنا بس ذا ريزلت، ممكن اقول له ذا ريزلت از كده او ذا فاليو ممكن كده، هنا خلاها بس زي الريزلت. ونيم اي حاجة تعبر بقى عن شنو، عن الموقف ده او النتيجة دي. هنا في لازم فاصلة تنتهي تعمل شنو البي، هنا تقول لك شنو ويت لاين عشان يصغر لك البيانات في الشاشة وتعمل لها ان نقطة. طيب ننفذ البرنامج ده، اقول لك كومبايل نشوفه صح ولا خطأ. برنامج صحيح لأنه يقول لك compile successful press any key، اضغط اي مفتاح. طيب نيجي ننفذه تنفيذ. طيب قال لك انتر ار تحت، اقرا الكلمة تحت دي انتر ار، ار بي 7 تضغط انتر. انتر اتش ادخل ال اتش، اتش بي 66 طوال ده النتيجة. اذا النتيجة بتساوي كده ترجع منها تضغط شنو انتر، انت اللي ترجع لجنو كده زي. ممكن ناس تعملها زي ريزلت في تساوي دي، وعن الجملة تطبع كما هي ملاحظة بعدين في الرم.
تطلع الجملة دي شنو؟ كما هي رن. قال لك ادخل ال R قلنا 4 44، ادخل ال H، ال H ب 8 و50 85، هذا the result B تساوي، انا the result B تساوي دي كلها مطبوعة مدخلة بشنو؟ بي رايت لاين. تطلع على الشاشة دي وتضغط شنو؟ انتر. اذا نفذنا شنو؟